السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة جامعة الكويت، إن شاء الله النهاردة هناخد كلاسنا في الأورجانيك كيمستري 114. إحنا أخدنا في شابتر 1 أخدنا حاجات مهمة جدا، أخدنا لويس ستراكشرر وإزاي أعمله مليكيول وإزاي أعمله تشين، أخدنا الفورمال تشارج، أخدنا الريزونانس، أخدنا الهايبرديزيشن، واخدنا المره اللي فاتت ان انا اعمل استراكشر فورمولا. النهارده هنكمل كلامنا في الصيغ بتاعتي، وقلنا ان انا ممكن يكون عندي حاجه اسمها استراكشر فورمولا، مليكولار فورمولا ان انا اجمع المركب كله، ابريفييتد فورمولا ان انا كل كربونه احط الذرات اللي حوالين بدها، واخدنا البولاريتي. المره دي هناخد ان شاء الله الايزوماريزم، تعريف كده بسيط ان احنا ان شاء الله هناخد شابتر مخصوص بعد كده. ايه هو الايزوماريزم؟ قال لك الايزوماريزم هو نفس الميليكولار فورمولا بس مختلفه في الاستراكشرال فورمولا. يعني جاي يقول لي رايت ذا بوسيبل استراكشرال اوف سي 5 اتش 12، انا اول حاجه هعمل السلسله العاديه بتاعتي، هو بيقول لي سي 5 اتش 12 يبقى 1 2 3 4 5 و12 هيدروجينة حوالين منها. ده اول حاجه. تاني حاجه، لو انا جبت المجموعه الصغنطوطه دي حطيتها هنا اهي، والرقم رقم اطول سلسله هيبقوا 5 اهو، دي اطول سلسله 5. بعد كده هتجيب المجموعه الحلوه دي هحطها هنا، يبقوا بدل 5 4 اهو، وحطيتها هنا. هل هي هي ولا لا؟ هقول لك اه لا، ما هو انا لما باجي ارقم اطول سلسله سيده او قايمه، يعني ممكن تبقى عامله كده عادي، مش مشكله عندي. يبقى لا، دي هي هي دي، لان انا هعرف بعد كده ان السيجما بوند كان بي روتيتد، فدي مش لا مش ايزوماريزم، لا لان هي هي على بعضها. طب خد اول مجموعه حطها على تاني ذره، يعني هو يبقى اربعه اهم اهم، خد اول مجموعه حطها على تاني ذره، هات اطول سلسله كده هيبقى اطول سلسله اهي، او كده يعني أربعة مبقوش خمسة، يبقى دي ايزوماريزم. بعد كده المجموعة اللي انت حطيتها رقم اهو، بص برقم طبعا اقرب للتفرع، واحد اتنين تلاتة اربعة، ده اسمه تفرع يعني مش سلسلة اساسية، يبقى على الذرة التانية نقل دي حركها، يعني بدل ما تحطها الذرة دي حطها على الذرة اللي جنب منها، واحد اتنين تلاتة اربعة، وحطها هنا كربونة اربعة ماشي. شوف الترقيم، هتقول لي واحد اتنين، لا انا برقم اقرب للتفرع، يعني انا ممكن اقول واحد اتنين تلاتة اربعة او واحد اتنين تلاتة اربعة، باخد الاصغر. يبقى ايه ده؟ الاتنين دي هي هي الاتنين دي، يبقى دي ما تنفعش. خلاص هوصلها للذرة الاخيرة هتبقى هي هي بردك سيدة. بعد كده خد المجموعة التانية من الناحية التانية، من الناحية التانية حطها على تاني ذرة اهو، يعني صغر السلسلة بقت تلاتة بس، وردي عندي دي واحط دي، اطول سلسله بقت 3 مش 4، يبقى ده ايزوماريزم. تمام؟ طيب هشرحها لك مبسطه. بيقول لك اول حاجه اعمل السلسله بتاعتي سيده، بعدين بيقول لك اول كربونه على ثالث ذره، بص 1 2 3 4 5، خد اول كربونه حطها على ثالث ذره اهو، حطيتها على ثالث ذره، عد اطول سلسله بقت 4 والترقيم بقى على الاثنين. بعد كده حركها، حرك المجموعة حتى يتكرر ترقيمها، حركتها فتكرر ترقيمها فما نفعش بقى. هيبصوا يعني خدتها كده حركتها لحد ما حطيتها على الذرة التانية، ولما جيت رقمت من اليمين لقيت نفس الاتنين فما ينفعش. رقم تلاتة بيقول لك خد المجموعة الجديدة دي حطها على تاني ذرة، نفس الفكرة بقت ايزومرز. جاي بيقول لي بروبلم 1.39 صفحة 32، اعمل لي الفايف ايزومرز بتوع السي 6 اتش 14. اول حاجة بعمل السلسلة بتاعتي سيدة، عملتها سيدة، بعد كده اخد اول مجموعة على الذرة التانية اهي، حطيتها اول مجموعة على لو قلت تالت ذرة لو رقمتها، او تاني ذرة لو انت مرقمتهاش اهي، حطيتها على تاني ذرة، اطول سلسلة اهي ورقمها 2، حركها، حركتها، الترقيم سواء كان من اليمين او الشمال بقت 3 مش 2، يبقى دي ايزوماريزم. لو اتكرر الرقم لا، لو اتغير الاسم. بعد كده حركها الناحيه دي، لما جيت حركتها الناحيه دي بقى رقمها 2 زي الاولانيه فما تنفعش. بعد كده خد المجموعه الثانيه حطها على تاني ذره، خدتها وحركتها،
بعد كده حرك المجموعة الجديدة فحركتها تاني رقمها اختلف، فدول 5 ايزومرزم. ناخد شوية امثلة تانية. جاي بيقول لي اعمل لي الاستراكشر فورمولا الايزومرزم يعني لسي 3 اتش 8. هقول له كربون وهيدروجين واكسجين، الحالات الثلاثه بتوعي اهم، يا اما تبقى كربونه دبل بوند على الاو، يا اما تبقى او اتش، يا اما سي او سي. نجرب. اول حاجه انا هحط 3 كربون العاديه، السلسله بتاعتي العاديه اللي هي سي او اتش، 3 كربون اهو، و او اتش الاولانيه محتاجه 3، الثانيه محتاجه 2، الثالثه محتاجه 2، 3 و2 و2 يبقوا 7، وبتاعت الهيدروجين 8، يعني تمشي معايا. ما تنسوش تحطوا لي الالكترونين او هي في النص. هرسم كربونه وكربونه كربونه بغض النظر كربونتين او كربونتين، كربونتين او كربونه، او كربونه او كربونتين، هي هي. ودي عليها 3 و2 و3، 3 و2 و3 يبقى نفس رقم الهيدروجين تنفع. الدبل بوند لما جيت عملتها ما نفعتش. مهم السؤال ده، تمام؟ بيقول لي سي 3 اتش 8 اس. انا عارفه ان الاس هي هي الاكسجين، يا اما تبقى اس اتش، يا اما تبقى اس كربونه وكربونه، يا اما كربونه ودبل بوند اس. هعملها نفس المثال اللي فوق بالظبط، تمام. هناخد حاجه مهمه جدا 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 ولا يخلو منها اي امتحان، وعلى فكره بعد كده هتتعامل اصلا باللاين انجل، يعني في التسميه وفي الالكانات وفي الشباتر اللي جايه ان شاء الله بامر الله، الشابترز اللي جايه احنا بنتعامل باللاين انجل لانها سهله في الرسم. ايه هو اللاين انجل؟ انا همشي على القواعد، اكيد اتعودتوا على شرحي ان انا بحب الرولز وامشي عليها، لو مشيت على الرولز بتاعتي عمري ما غلط. اللاين انجل بيقول لك حط مكان كل كربونه نقطه، والهيدروجين اللي مع الكربون لا يكتب، اي عنصر من غير كربونه غير الكربونه والهيدروجين يكتب، اي عنصر غير الكربون والهيدروجين لازم اكتبه، الهيدروجين اللي مع الذرات الاخرى اللي هي غير الكربون تتكتب. يعني ايه؟ اقول لكم انا. بيقول لي الاكزامبل 1.13 بيقول لي اعمل لي ده لاين انجل. اول حاجه يا جماعه بعملها الاستراكشر اللي انا حافظاه، اوزع الكتروناتي واعمل الدنيا كلها اهو. هيبقى سي اتش 3 سي اتش 2 سي سي دبل بوند سي اتش 2، ودي تفرع على اللي قبل منها اهو. بصوا 1 2 3 دبل بوند سي اتش كده، وعملت التفرع. اقلب كل كربونه نقطه. بصوا عندي 1 2 3 4 5 6 7 6 7 اطول سلسله اهي، 7 نقط. عملت 7 نقط، 1 2 3 4 5 6 7، ومرقمه فوق ومرقمه تحت، مش فارقه بقى الترتيب دي اليمين ولا الشمال لان انا هنا ما بسميش، انا هنا عايزه ارسم. عملت 7 نقط برشم شكل سامبوكسه، ما بين الثالثه والرابعه في دبل بوند، وعلى الذره السادسه في مجموعه مثل اللي هي يعني واحده كربون اهي بعمود. الاكزامبل اللي وراه بيقول لي اقلب لي دي ستراكشر فورمولا. هقول له بصوا عندي كربونه كربونه كربونه، 4 كربونات سلسله سيده اهي، 1 2 3 4، وعلى الذره الثانيه في دبل بوند وكربونه، دبل بوند وكربونه، واشوف كل ذره فاضل لها قد ايه هيدروجين باقي. دي فاضل لها 3، دي فاضل لها 1، دي دبل بوند يبقى فاضل لها 2، وهكذا. سهله جدا اللاين انجل، سهله سهله جدا. بروبلم 1 41 جاي يقول لي ارسم لي اللاين انجل للسايكلو ده. احنا قلنا سايكلو يعني حلقه مقفوله، وعلى فكره انا بعد ما برسمه ممكن يقول لي ابريفييتد فورمولا، هنشوفه ازاي. انا هقول مكان كل زاويه كربونه 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 كربونه، يعني انا عندي 5 كربونات. بصوا اهي كربونه، بعد كده كل واحده اشوف فاضلها قد ايه هيدروجين. ادي دي 2 فاضلها 2 هيدروجين، دي 1 2 3 فاضلها 1 هيدروجين، دي 1 2 3 فاضلها 1 هيدروجين، دي فاضلها 1، دي فاضلها 1. يعني انا بقى ممكن اعملها ابريفييتد بالشكل ده، سي اتش 2 سي اتش سي اتش سي اتش سي اتش دبل بوند. سهله جدا المركب الجميل ده. انا بختار لكم اصعب المسائل، حتى الدكتور بتبقى حاطه مسائل معينه انا ساعات بحلها كلها. 1 2 3 4 اطول سلسله، 1 2 3 4، يبقى انا هرسم 1 2 3 4، ودي كربونه كربونه كربونه. بصوا 1 2 3 4، على الذره الثانيه في 2 كربونه،
يبقى هنا في كربونايه وهنا في كربونايه، على الذره الثالثه في كربونايه يبقى كربونايه، واعمل الباقي هيدروجين. دي فاضل لها كام 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 اهو، 1 2 3 4، على الذره الثانيه في 2 كربونايه، واحده فوق واحده تحت، على الذره الثالثه في واحده تحت اهي، تمام اهي سهله جدا. اللي وراها كربونه كربونه اكسجينه كربونه 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 اكسجينه كربونه كربونه، واحط الفري الكترونز بتاعتي. انا بحب ان انا اجمعها. هجمعها ازاي بقى دي ودي؟ هناخدها دلوقتي. حاضر ثواني. دي كربونه 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 واكسجين. بصوا يا جماعه دي تتجمع ازاي؟ انا هقول هنا CH3 ودي كربونه وعليها التفرع، انا عارفه التفرع بيتكتب بعد الذره، عليها تفرع CH2 تمام، ودي سي فضل الله هنا اتش اهو HCH3 ودي دي CH3 لازم ابقى عارفه. بصوا دي CH3 دي CH3 تمام. الكربونة الجميلة دي عليها 3 تفرعات، الكربونة الأساسية اهي 3 تفرعات، يبقى انا ممكن اقول CH3 على الكربونة دي، CH3 باي 3 على الكربونة دي، والكربونة الأمورة دي عليها تفرع، يبقى كربوناية معها H وبكتب التفرع بتاعها CH2. مهم السؤال ده، مهم جدا السؤال ده تمام. يعني انا بعد ما ارسمها هاجي ارسم السلسله دي. بصوا دي تفرعات اهي، انا مع تفرعات اجمعهم تفرعات على بعضها، لان انا بحب اختصر الصيغه اكتر ما يمكن. CH3 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 يبقى 3H3 على دي، ودي عليها 2CH3 تمام. الذره دي هقول CH3 CH2 يبقى ما ينفعش يتجمع، صح؟ CH2 CH3. طيب ده CH2 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 اكسجين، جاي يقول لي ارسم لي CH3 CH2 باي 4 CH3. اول حاجه برسم لوز بتاعي، يبقى CH3 ودي سلسله اساسيه لانها 2 و4 كربونات وسي، يبقى انا عندي 1 و4 5 و1 6. بصوا 1 2 3 4 5 6، مفيش غير الكربون والهيدروجين. دي تفرع على اللي ابعد منها، يبقى انا CH ومعايا عليها 2 تفرع CH3 اهي، CH و2 تفرع CH2 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 CH3. هقلب الكربونات كلها نقط، اطول سلسله 1 2 3 4 5 6، عملت 6 1 2 3 4 5 6. على الذره الثانيه في CH3 اهو، وعلى الذره الخامسه في دبل بوند او، ويا ريت والله اعمل الالكترونات بتاعه الدبل بوند او الفري الكترونز، اتعلمنا ازاي نعمل تمام. وكده ابقى خلصت اللاين انجل، وان شاء الله المره الجايه هناخد الفورمال تشارج، وكده شابتر 1 خلص.